ايه مرحلة الفلسفة والتأمل دي؟ ايه دي؟ ايه دي اشمعنى؟ بتعمل فيها ايه التأمل والفلسفة دي؟ يعني الحكمة. بصي المشاعر كنت دايما المجردة. بقول دايما دايما من زمان يعني كتابة ونصا، مش موقف ضد الست، بس بقول مفيش ست جراحه قلب زي مجدي يعقوب بالعالم، مفيش ست موسيقيه زي مثلا بيتهوفن او موزارت او حد من العباقره، مفيش ست عملت ده، مفيش ست فيلسوفه، كل الفلاسفه رجاله، لكن في ست تخلي سقراط فيلسوف، فدي مرحله. ايه ما انت هتعملي لي كده كده؟ لا ما كان في ست ام كلثوم وست لا 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 فيروز انا بتكلم على وست لا في اربع حاجات، وفي الرابعه في زياده كاتبه عظيمه، وفي لا في بس جراحه قلب يعني موسيقى. اشمعنى يعني ده؟ يعني عايز توصل لايه يعني؟ موسيقار ست فيلسوفه ما فيش يعني زي الفلاسفه الكتير. ست كنت بقول مش هتعرف تلعب كوره، لا بس دي الحاجة الوحيدة اللي هزمتني فيها، لعبة كورة بقى وهايلة وبتلعب أحسن من الرجالة وحكم وكل حاجة وهايلة يعني، لكن في ثلاث حاجات ما عملتهمش. فهنا الست ممكن يعني إيه تخلي جوزها سقراط بقى، تخليه فيلسوف. يا سلام. بس في سبب إن ليه الست ما نافستش الراجل في المجالات دي من زمان؟ ليه؟ لان احنا في العصور القديمه ما كانش في فرصه ان الست تخرج من البيت ولا تتعلم ولا يبقى عندها تمارس هوايات او مواهب تطلع. لا مش كلام كتب، دي الحقيقه. فكانت الراجل هو اللي كان بيتعلم، هو اللي كان بيحتك بالمجتمع، وهو اللي كان بيكتب التاريخ، وهو اللي كان بيخش المعمل. ولما مكنت المراه بقت تاتشر طبعا، ولما مكنت المراه بقت ماري كوري. عايز اقول لك حاجه بجد، يعني هو الفكره كمان كل القصص دي اللي مكتوبه بتقول ان مها دي ست مصريه مثقفه بتتكلم في السياسه وبتحب السياسه جدا، وطنيه ده حقيقي يعني، عندها شخصيه قويه، مش بتقبل ما هياش الست اللي هي انا اسف يعني اللي لابسه منديل وعامله طول الوقت البوكلتات، مش اسمها بوكلات كده، وقاعده بيها في عماله تعمل محشي ومش عارف في ست كده، امي كانت كده يعني ما فيش مانع يعني، لكن في ست دي مصريه، ست عصريه متمكنه طبعا، اتعلمت احسن تعليم وهكذا. عايز اقول ان النماذج دي بجد بقى انها شخصيه في النهايه، هذه القصص كلها بتقول دي ست عندها شخصيه.